عرفنا الواتساب والحين بدأت ظاهرة جديدة اللي هي التليجرام. وش سالفة التليجرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هوكم فيصل السيف، ونتكلم على التليجرام اللي هو نوعا ما البديل الأفضل والأنسب والشريك الأحسن اللي مليون مرة أفضل من واتساب. ولكن واتساب انتشر انتشار كبير، تليجرام ما حصل على الانتشار الكبير للحين، ولكن قاعد يزداد ويزداد في نموه بين شرائح كثيرة في المجتمع. التليجرام هي منصة زي الواتساب، ولكن فيها الإمكانيات اللي مو موجودة في واتساب، فتقدر تنشئ قناة خاصة فيك. يعني مثلا عندنا قناة خاصة في إنتاج المحتوى التقني، أي واحد موجود في هالقناة ما يقدر يتكلم ويسولف مع الناس اللي موجودين في القناة، يقدر فقط يحصل على محتوى اللي احنا ننشره في هذه القناة. فتقدر تسوي قنوات تكون جدا إيجابية، قناة لنشر المعلومات، قناة لنشر الفائدة، قناة لنشر الصور المناظر الطبيعية والأشياء ذي كلها. أيضا التليجرام يعطيك إمكانية إنشاء الحساب بدون رقم جوال، تقدر تنشئ حسابك على كمبيوتر، تقدر تنشئ حسابك وحتى تشارك اسمك على تليجرام بدون ما تشارك رقم جوالك. فبالطريقة ذي المشاركة صارت أحلى في إرسال المعلومات واستقبال المعلومات، وبرضه وسائل الحظر أكثر للناس، ووسائل الترتيب للناس والمجموعات أكثر بكثير. ما صار في عندنا حد 200 شخص للبرودكاست الواحد، ولا صار عندنا حد الإزعاج اللي يصير من أشخاص. تقدر تضبط أمورك على كيفك. من ناحيتنا نشوف التليجرام أفضل بديل للواتساب، وبالعكس نشوفه أقوى وأحسن من الواتساب بشكل جدا كبير. في النهاية الخيار تابع لك أنت. نفس التليجرام لو منتشر بين أحبابك وأصحابك استخدمه، إذا ما هو منتشر قول لهم عليه أو تحمل موضوع الواتساب. السلام عليكم.